كان عملنا بسوريا، فقال انا ما اقدر يعني مثلا سرفيس وهاي وانا نجيم وماجد ياسين لا دومنا مو على مود لا 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 قال لازم لازم اجل سياره ومن حقنا برستيج خالص اجل الله اكبر الله اكبر غير من حقنا دخلنا كمل السالفه اجل سياره ماجد ياسين احنا كنا نصور بسوريا تحياتنا لسوريا يا رب يحفظها ويحفظ شعبها منطقه اسمها اهلا تحيه للشعب السوري اهلا تحيه منطقة اسمها المعظمية فخابرنا ابو ياسين انتم وين قلنا احنا قاعد نصور بالمعظمية قال جاي لكم انتظروني وين يا بالجامعة طلعنا طبعا احنا اجينا سيارة هو عنده سيارة هو سوق لان اجى سيارة سوق اجى ماجد ما تحطل تلاقينا هلا ابو ياسين قال لحظة بس حاسب ابو التاكسي واجيكم اثار ما اجي لابو التاكسي قدامه يدلي الطريق وهو يسوق وراه بعد ما رميت السيارة